الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في درس جديد من دروس قناة افهم دروسك. إذا اليوم غنشوفوا في الدرس ديالنا اليوم هو كيفية تصنيف الكلمات في اللغة الفرنسية. إذا دي غرامير، يعني الناس ديال لا غرامير تطرقوا، إذا بحثوا حطوا معايير دي كريتير بور بيان كلاسي لي مو اون فرون لي مو فرونسي. داكوغ؟ ألوغ إذا خرجوا في النهاية بهاد لي كاتيغوري، سات كاتيغوري أو سبعة المجموعات كيتسماو لي كلاس غراماتيكال أو بيان لي كاتيغوري غراماتيكال. إذا البخومييغ هي الأولى، يعني عندنا لو نو اللي هو الاسم، لادجيكتيف، لو فيرب، لو ديتيرمينون، لو برونون، لادفيرب، إي أنفان لي بريبوزيسيون إي لي كونجونكسيون. بالنسبه لهذوك اللي مكتوبين بالاسود، يعني سون ديكري اون نوار، لو نون، لادجيكتيف، لو فيرب، لو ديتيرمينون اي لو برونون، ايل شونج دو فورم، يعني كيتغير الشكل ديالهم، لا فورم ديالهم، يا اما كتزاد اس ولا نون، سولون ولا سولون لا كونجوغيزون. بالنسبه لو فيرب هادشي غنشوفو من بعد، ملي غنبقاو نطرقو لكل كاتيغوري بوحدها وكل كلاس غراماتيكال بوحدها، سنحاولو نشرحوها ونشوفو اشنو باش كتميز. الوغ باغ كونتخ، يعني بالمقابل لادفيرب، دوك الجوج الاخرين لادفيرب لي بريبوزيسيون لي كونجونكسيون، هادو ما كيتغيروش، كيبقاو ديما هكا انفاريابل، ريست انفاريابل، نو شونج جامي دو فورم، ما كيبدلوش لا فورم ديالهم الشكل. بيان، دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى يكون خفيف ظريف. لي كلاس غراماتيكال قلنا هما لو نون، لادجيكتيف، لو فيرب، لو ديتيرمينون، لو برونون، لادفيرب، لي بريبوزيسيون اي لي كونجونكسيون. وشكرا وبالتوفيق الدرس الموالي إن شاء الله.